تعالوا كده أبدأ معاكم. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية مشروعات الخضراء زي ما بنقول، وطبعا مشروعات الخضراء دي المقرر عرضها كمان خلال مؤتمر المناخ مطلع الأسبوع المقبل، لأن هذه المشروعات طبعا بتقدم لنا حاجات كتير جدا وبتخلي البيئة يعني أفضل وأحسن، والتغير المناخي كمان يبقى يعني أقل ضررا بالنسبة لنا. بيعرض خلال المؤتمر 162 مشروعا أخضر ذكيا بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، وهنا تقف لأن المحافظات كمان معنية أنها تقدم المشروعات دي وتقدمها بشكل كبير، وتركزت المشروعات دي اللي بتقدمها المبادرة في قطاعات كتير، تدوير للمخلفات بعد، وطبعا بعدد 46 مشروع، يليها قطاع الطاقة بعدد 28 مشروع، ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية لأفضل 18 مشروع من خلال اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ، وذلك خلال قمة المناخ COP27. زي ما قلت لكم أهمية طبعا هذه المشروعات والمبادرة، خلينا من خلال السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمزيد من التفاصيل. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بيك. يعني يا ريت تطلعنا على هذه المبادرة وازاي هنقدر نستفيد منها وايضا تحقيق المشروعات الخضراء في محافظات مصر. اولا النهاردة كان احتفالية، احتفلنا بال 162 مشروع، يعني وكل اللي تقدموا للمبادرة دي هم فائزون، يعني مش بس ال 162 ومش بس ال 18. يعني النهاردة طبعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كرم ال 18 مشروع اللي هناخدهم في كوب شرم الشيخ الاسبوع القادم في المنطقه الخضراء والمنطقه الزرقاء، لكن كل اللي فازوا هم فائزون، اللي قدموا في 3281 مشروع دول فائزون، واللي حضروا المؤتمر اللي هم ال 162 مشروع دول برضه اللي هي مكرمين من محافظاتهم جم وحضروا. فالنهارده كانت احتفاليه، بنكرم اولادنا، بنكرم شبابنا، بنكرم المراه المصريه اللي تقدم في البدايه 1045 مشروع من المراه المصريه، تكريم للعباقره، تكريم للمبدعين، ورساله لمصر، رساله للعالم، ورساله ان احنا اخذنا منحى جديد في نقله نوعيه حصلت في مصر باستفاده من الكوب 27، ان في نقله في كيفيه تقديم المشروعات. النهارده بقى يصعب قوي ان حد يقدم مشروع وما ياخدش في الاعتبار تماما موضوع البيئه او موضوع الذكي. يعني ايه ذكي؟ يعني موضوع التكنولوجيا. صحيح. فبالتالي كانت ان الاجيال الصاعده والاقتصاد المصري والجيل القادم او الجيل الحالي لكي ينجح لازم ان يستفيد من حاجتين مع بعض، استخدام التكنولوجيا ولو بسيطه ولو ابلكيشن حتى على صحيح. على الموبايل، والمشروعات البيئيه. يعني من اسمح لي من خلال كلام حضرتك، يعني الكلام اللي بتقوله ده انا يسعدني لما حضرتك تقول لي ان كل المشروعات اللي تقدمت ال 162 مشروع اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي تم تقديمهم كلهم انت شايفهم ناجحين، لان كلهم يبدو انهم كلها افكار. فكلمني ايه اكتر الافكار اللي انت شايف ان هي فعلا ممكن تنفذها باكر يعني غدا؟ شوفي، طبعا عشان ما ننحش تجاه مشروع، لكن كلهم احنا الجوهر المبادره ما كانتش افكار بحته، كانت افكار قابله للتنفيذ. تمام. يعني اما تكون مشروعات، والكلمه السحريه في المبادره دي هي حلول مصريه. هي ان اللي قدموا المبادرات دي او قدموا مشروعات كانوا بيحلوا مشاكل بتواجه المحافظه بتاعتهم او المجتمع بتاعهم. صحيح. وبالتالي بيروحوا للكوب وبيروحوا بيقدموا ويقولوا والله احنا في القريه عندنا مشكله معينه بتاع المخلفات، حليناها بطريقه معينه. صحيح. في طاقه، استخدمنا طاقه متجدده، وبالتالي الحلول المصريه اللي ستعرض في الاسبوع القادم من اولاد مصر وبنات مصر ورواد، وعملنا جيل جديد من بيسموه رواد. صحيح. المناخ. خلينا نسميه يا فندم الجيل الاخضر، يعني كل من يفكر بطريقة صحية هو جيل أخضر، فالجيل الأخضر ده أكيد ياخد مصر إلى مناطق يعني خضراء وكلها صحة أكتر للمصريين. يعني بتقدر تسميهم رواد أعمال مناخيين، environmental entrepreneurs زي ما بيقولوا. تمام. فضلا عن ذلك النهاردة، يعني أنا عرضت في كلمتي في بداية المؤتمر إن مصر حققت من خلال المبادرة دي 10 مكتسبات.
طبعا وقت البرنامج ما يسمحش ان انا اعرضهم كلهم، لكن اهم حاجه او اهم ثلاث اربع حاجات ان احنا عندنا لاول مره في مصر قاعده بيانات للمشروعات الخضرات الذكيه. باول مره عندنا في مصر خريطه للمشروعات دي فين؟ كل تمام. محافظ من المحافظين ال 27 اللي عندنا في مصر بقى عنده النهارده في الدرج بتاعه لو عنده عدد من المشروعات المناخيه الخضراء، فلو حد عايز يستثمر السنه الجايه، لو حد ساله والله جهات تمويليه دوليه منظمات امميه عايزه تساله بقى عنده. عملنا شراكه ذكيه ما بين المحليه والوطنيه والعالميه، يعني ايه؟ تمام. يعني الولد اللي اتقدم في اسكندريه ده وعنده حاجه 20 سنه اللي كسب النهارده ان عالم عمل روبوت بيشيل نفايات من البحر وسنسر يقدر يشوف الحاجات بتاثر في البحر، عنده حاجه 20 سنه النهارده ده جبناه في من اسكندريه الى الوطنيه الى العالميه. طبعا الكوب طبعا هيعرف هيتعرض لالاف الناس المستثمرين اللي بيشوفوا ولد بيقدم الفكره دي طبعا. وهكذا ده شيء جميل. انت توعدنا بقى حضرتك بعد انتهاء ان شاء الله مؤتمر المناخ ان احنا هنا نعرض الخريطه الخضراء، يعني خريطه مصر الخضراء شكلها ايه، الساده المحافظين اللي هيبداوا تنفيذ هذه المشروعات، واعتقد ده هيبقى مفيد كمان بالنسبه للناس يتعرفوا على كل المحافظات، كل واحد عنده فكره ويقدر كمان ينضم الى اي مشروع من المشروعات الخضراء يبقى شايف خريطه مصر الخضراء عامله ازاي. انا بشكرك جدا السفير هشام بدر منسق المبادره الوطنيه لمشروعات الخضراء الذكيه، بشكرك شكرا جزيلا. و أنا سعيدة بهذا المؤتمر كمان لأنه مش بس أنه موجود على أرض مصر، لكن كمان إحنا كمصريين وقارتنا الأفريقية اللي هي أكثر تضرراً الحقيقة من التغيرات المناخية هنستفيد كتير جداً. زي ما أنتوا سمعتوا مجموعة من المشروعات هتبقى موجودة على هامش هذه القمة وهيشوفها العالم، طبعاً المشاركين من كافة دول العالم هيشوفوا هذه المشروعات، والمشروعات دي كمان بتفتح يعني طاقة أمل للعمل، وبتفتح كمان طاقة أيضاً للتغير المناخي وصحة أفضل، وإن إحنا نبقى عايشين بصحة خضراء كلها، يعني صحة فيها كده إيجابية زي ما بنقول.